أنا بوصل لك أنت كلام، وبعيدا حتى مشاعرك اللي تكنها تجاهي، سواء كنت تقبلني أو ما تتقبلني، أو حتى ما تتقبل أسلوبي أو تكرهني، الكلام ذا أنا بوصل لك. فأتمنى يا رب أنك تتقبله، ولو طولت عليك فاعذرني. تم تم أبد يا طويل العمر. يقول الإمام أحمد: وكم من نظرة قد ألقت في قلبي صاحبها البلابل، تخلي قلبك يتراعش ويتراقص، يفكر وينهم وينغم في نظرة واحدة غلط شافها. قلب الإنسان ترى مسكين، وإحنا مرة مساكين وضعاف، وحياتنا اللي الحين صعبة بشكل غير طبيعي، صعبة بالسهولة اللي إحنا قاعدين نوصل لها. كيف يا أخي؟ لا أنا بقدر أكذب عليك وأقول لك حياتنا سهلة وبنقدر نمسك أنفسنا، ولا أنت بعقلك بتقدر تنكر الموضوع. جوالك صار فيه كل شيء، صرت تقدر تطلق نظرك في كل شيء، في جوالك وبرا جوالك. صارت الدنيا صعبة وأنت تنكر على نفسك الشيء هذا، بس ما أنت قادر تسيطر. يا أخي كنت أقرأ آية الله نور السماوات والأرض، وكنت أقرأ في الصفحة اللي قبلها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فاكتشفت أن كأن الله نور السماوات والأرض نتيجة لغض البصر، كأن الله سبحانه وتعالى ينور قلبك، ينور بصيرتك، ينور حياتك، ويعطيك في الدنيا من النور اللي يخليك مرة تنبسط. ولما قريت في تفسير الله نور السماوات والأرض انبهرت. الله سبحانه وتعالى يقول: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يعني المثال هنا شبهه في قلب المؤمن، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة خلنا نمثلها بالصدر، صدر الإنسان، كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة القلب، وداخل القلب مصباح يضيء في هذا القلب. الزجاجة القلب، الزجاجة كأنها كوكب دري من النقاء والصفاء والجمال والبياض وكل شيء، كأنها كوكب دري. الإنسان اللي يطلق بصره ويروح للأشياء اللي الله سبحانه وتعالى ناهيه عنها، الله ما نهاك عنها إلا لمحبتك، لأنه يعرف التبعات اللي بتوصلها، يعرف إن قلبك بيتعب، ويعرف إن قلبك بيغدم، وتصير تفكر في هذا الشخص أكثر من أي شيء ثاني، لدرجة أنك ممكن تفكر فيه أكثر من الله سبحانه وتعالى، وترتبط فيه ارتباط أكثر من ارتباطك بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حريص عليك ترى، عشان كذا قال لك يغض من أبصارهم. غض البصر فيه فوائد أنت ما تتخيلها، وكل ما صار الإنسان يتساهل في الشيء هذا ويطلق بصره ويطالع في هذا وهذا، ويفتح جواله ويروح ويجي، يظلم قلبه وما عاد يميز الحق من الباطل، ويصير إنسان حتى في صلاته، حتى والله حتى في الصلاة يفكر في الشيء اللي مشغل باله، وتجي كذا الصور قدامه ويتخيل ويركز في صلاته، وهو بين يد الله سبحانه وتعالى اللي حماه وسخر له عينه أنها تشوف المحرمات والطيبات. الله يا أخي، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. أنت إيش الفائدة لما تطلق بصرك؟ عطني فائدة واحدة، فائدة واحدة. إن كان بتستمتع فهي متعة لحظية جدا جدا، وبعدها ندامة، وبعدها مو بس ندامة، تعب قلب غير طبيعي وغم وهم غير طبيعي. بينما أنك لو كفيت نظرك لثواني للحظات، ما شعورك يكون جميل. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يعوضك براحة، براحة في نفسك، يعوضك بشيء جميل جدا يا أخي. أفضل من أنك تطلق نظرك في كل مكان وتتعب نفسيا، لدرجة حتى وقت نومك تفكر، وقت صلاتك تفكر، وانت جالس مع أخوياك في جلسة بسط وناسة تفكر، لأنك شفت شيء يتعب قلبك، لأنك كائن بشري مسكين ضعيف جدا يا أخي. من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، هذه خلها قاعدة عندك يا أخي. في قاعدة تعلمتها اللي هي: خالف هواك في كل شيء، مو بس في الموضوع هذا، في كل شيء خالف هواك، هواك ما يوديك إلى المهلكة ترى. خالف هواك يا رجل، إذا خالفت هواك تنتصر على جميع الأشياء اللي تتخيلها. إن ابتليت بابتلاء، إن جاتك مصيبة مرة قوية، والله أنت انتصر عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنك انتصرت على نفسك في البداية، أنت انتصرت على هوى نفسك. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين هذه اللي كذا، اللي ما حد يشوفك فيها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه اللي كذا بس. إذا انتصرت على نفسك فيها، مين ينتصر عليك؟ إذا كنت قوي على نفسك في شيء زي كذا، بالله من اللي بيقدر عليك ومن اللي بي غير الله سبحانه وتعالى. يا رجل استعن بالله، استعن بالله سبحانه وتعالى، وخل همك. ترى الحياة قصيرة، والله العظيم من الحياة قصيرة وأقصر بكثير من أننا نهدرها في أشياء تافهة جدا، بعيدا عن محبة الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى، وأننا نتعلق ببشر، بشر ما لهم فائدة. سبحان الله، في زي أنا أتخيل زي مسار بين العين والقلب، في مسار كذا زجاجي يا رجل. أن طالعت لأشياء
تغضب الله سبحانه وتعالى وأشياء حرام، اكتئب قلبك والله يكتئب. وإن غضيت بصرك أنا أضمن لك وأحلف بالله سبحانه وتعالى أنك تشعر بشعور سعادة، تحس أنك انتصرت على نفسك، تحس أنك يا رجل الله يرضيك مباشرة كذا، يرضيك كذا، تحس برضا، تحس براحة على طول. بس إذا طعت نفسك وغلبك هواك وقتها على طول تغتم وتهتم ومشكلة على راسك. لذلك غالب هواك، انتصر على هواك يا أخي. قل للمؤمنين، الله سبحانه وتعالى يخاطبك يقول لك قل للمؤمنين. يا أخي أي شرف هذا احنا عايشين فيه، أي شرف أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بأسمائنا كذا، يخاطبك يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، قل للمؤمنين. يا أخي يقولون الصبر على غض البصر، الصبر أنك تغض بصرك للحظات هذه أيسر وأسهل بكثير من أنك تصبر على ألم الأشياء اللي بعده، من الأشياء اللي تحرق قلبك، من الزفرات والتفكير الزايد في أشياء ما تقدر توصل لها ولا تقدر تصبر عنها.